انا بطلب منك لو بتحب البلد دي تعمل شير لغايه ما الفيديو ده يوصل لعمرو مصطفى. عمرو مصطفى كل سنه طيب. الفيديو اللي حضرتك عملته اللي بتقول فيه ان انت بتوعي المصريين وان انت عارف حاجات خرافيه وعارف كل حاجه وعارف دبه النمله، انا مش هتريق على حضرتك ولا على الكلام اللي حضرتك قلته ولا هتبع الاسلوب اللي كل الدنيا تبعته معاك. انا هكلم حضرتك بمنتهى الادب. انت بتقول انا بحب البلد دي وعايز اوعي الناس وربنا اداني شهره، والشهره دي ضريبتها ان انا اقول للناس الصح والغلط والكلام الجميل ده. حضرتك بقالك من اول الثوره ما بدات لغايه النهارده وانت شغال على نغمه ان ده تدخل اجنبي وان ده التدخل الاجنبي ده عايزين يخلعوا مبارك وعايزين يشيلوا مبارك ده ويجيبوا لنا ويتحكموا في مصير شعب مصر. لا على فكره، هو شعب مصر ده اوعى بكتير من ان اي دوله تتدخل فيه، وان مصر الحمد لله علمت الامم الحضاره، ماشي؟ اذا كان فيها شويه زباله فالحمد لله الزباله دي بتنضف، الحمد لله. لو حضرتك فعلا بتحب مصر ولو انت شايف ان انت عايز تفيد مصر، انا بدعوك للمناظره في اي مكان وليكن سيد عبد المنعم الصاوي. اثبت لنا فعلا ان ده تدخل امريكي. وحضرتك كنت ذكرت فيلم Arrivals القادمون اللي حضرتك قلت عليه، بالعكس ده انا بقول لحضرتك اتفرج عليه كويس وافهم ايه اللي بيحصل في مصر وافهم مين اللي كان بيحكم مصر. وردا برضو على نقطة حضرتك كنت أغنية كده غنيتها قلت حافظ على أولاده، في أغنية حضرتك مغنية على بتقول حافظ على أولاده، هو مين اللي حافظ على أولاده؟ حسني مبارك حافظ على مين؟ حافظ على علاء وجمال ولا حافظ على مين؟ حافظ على أولاده اللي هم الشعب؟ حافظ على معظم الشباب، باين قتل جزء كبير وبعتهم الجنة يعني بإيده ما شاء الله، يعني عملهم شهداء. دي كده محافظة؟ حافظ ترخيره يعني، هو حافظ عليه من بدل ما يفضلوا في الدنيا الوحشه دي راح بعتهم على الجنه. طب والله كتر الف خيره، حافظ على اولاده ازاي؟ طيب عامه يعني انا ارجو من حضرتك قلت ان انت نزلت صلاه الفجر وقابلت الشيخ وسالته اللي حصل ده صح ولا غلط فقال لك لا يجوز. لا وانا بقول لك نقطه، هو في فعلا ناس افتت بان هو لا يجوز وفي ناس افتت بان هو يجوز، بل بالعكس في ناس افتت ان هو فرض وان هو لازم وده جهاد ولازم الناس تنزل وكده، فدي نقطه خلافيه. فاصلا ما تتكلمش في نقطه خلافيه، يعني نقطه خلافيه يبقى من الاخر اللي عايز اللي شايف الراي ده يقعد في بيته واللي شايف الراي ده ينزل. وحاجه عدت، انت عمال تتكلم في نغمه الثوره، الثوره دمرت وتدخل اجنبي، انت عايز تتكلم ليه في حاجه خلصت؟ حاجه بقت قدر، بقت واقع المفروض تتكيف معاه. انت عايز تبني البلد؟ ورينا تبني البلد ازاي، ولا كلمه بلاش تبني. عايز تفيد البلد؟ ماشي، ورينا هتفيد البلد ازاي. تفيد البلد مش تروح تكلمني عن حافظ على اولاده ولا كمان المزيكا اللي حضرتك حاططها في الخلفيه اللي هي بحماسيه دي علشان تثبت ان موقفك صح. لا حضرتك موقفك غلط، راجع نفسك. لو انت فنان بجد وليك جمهور وليك الكلام ده، احترم الجمهور بتاعك، احترم الناس، احترم شخصيتك، احترم نفسك، خاف على الناس. بلاش تلعبوا على الناس الغلابه اللي كل شويه بيعملين تقولوا لهم دي امريكا هي اللي عملت الثوره، امريكا اللي عملت الثوره، وتكرههم في الثوره. الناس كارهه نفسها وكارهه عيشتها اصلا، هيلاقوها منك ولا من اللي عملهم فيها حسني مبارك. افكرك بحاجه تفكرك ليه الثوره دي قامت؟ الثوره دي قامت عشان عباره كانت يوم ما غرقت كان في واحد رئيس الجمهوريه دي كان بيحتفل باحتفالات كاس الامم الافريقيه ان مصر كسبت فيها. عبر لما جابوا سيرتها قال لهم عبارة من اللي بتغرق دي، ده الراجل اللي حافظ على اولاده؟ حافظ على اولاده اللي في الدويقه؟ حافظ على اولاده مين اللي عريانين في الشوارع اللي مش لاقيين ياكلوا؟ مين ولاده؟ مين ولاده؟ ولاده حضرتك ولاده يعني؟ يعني ما ينفعش تكلمني عن بلد 50% منها يمكن او اقل حاجه بسيطه او اكتر تحت خط الفقر وتقول حافظ على اولاده، حافظ عليهم من ايه؟ ايه كان ممكن يعمله اكتر من كده؟ يعمل زي القذافي اهلا وسهلا. وفي واحد راجل في مصر راجل هيضرب المتظاهرين بالنار الا لو كان كلب بيتحمى في كلب زيه؟ ارجو ان انت ما تدافعش عن كلب، وبقولها كلب، ما تدافعش عن كلب وتبقى زيه، اتقي الله. انا بدعو حضرتك ان احنا نتكلم، لو انت بجد عايز
تفيد البلد تعالى نتكلم واثبت لنا والله ان ده تدخل اجنبي ونرجع بيوتنا ونلغي الثوره ونرجع حسني مبارك وسوزان مبارك وعلاء وجمال مبارك ونورثوا الحكم. يلا بقى لان يعني طز في امريكا بقى، لا امريكا هتعمل لنا ثوره، لا طب هنورث حسني جمال مبارك، تعالى نعمل المناظره دي واثبت لنا. كل سنه طيب.